تعرف شو عنده وانا بقى معلق فيه عم شوفها يوميا. يلا جميل حبيبي هات يا رب. لا انا بخلك خلص بس بكفي حاجة. اتبارك الخلاق فيما خلق. يا أرض حرسي ما عليكي. اها من زمان البيس وتلبس حاجة حاطط له تقومي بالخزانة رح يعدتو. شعراتي حلوين شعراتي. كلك على بعضك حلو يا حلو يا جميل. يلا حبيبي روح على الكرة مستنوك. يلا معك حق اتصلوا فيه أكثر من 10 تليفونات ومو حلوة تأخر عليهن عليهن عليهن. ايه طبعا ما حلوة تتأخر عليهن. مع السلامة تقبر قلبي. على فكرة بجوز اتأخر. على راحتك حبيبي على راحتك. وانت بغيابي اعملي لك حوسة هيك بالبيت ورتبي المطبخ. المطبخ مكركب. اجلي كل الجلي اللي على طاولة الصفرة اللي بالمطبخ. انا لازم امشي خايف اتأخر عليهن عليهن. حبيبي ما بدي حدا يعلمني شغلي. انت روح احسن ما تتأخر تقبر قلبي. وين بدي روح اليوم؟ مو معقول يروح لعند أمي، لأنه إذا رحت لعندها أكيد رح تفتح لي محضر. ما في غيرها. هلا سالين. يا راسي. هلا سالين. صباح الخير ماما. وانت حبيبي تقبر امك. صباح الخير. مثل ما قال لك اخي. الحق عليه الحق عليك. لازم لك مثل ما قلت لاخوك. بيمشي الحال بس المهم المعنى يوصل. تقبر قلبي. يلا نام. اوعى بكره تنسى ثلاث نقط فوق الشي بالاملاء. اوعى تكتب بدال شد الحبل سد الحبل. ان شاء الله. يبقى لي حمه في شغله نسيتها. شو هي؟ الزباله. ايه صحيح. دور مين اليوم؟ دور اخي. مزبوط اليوم دوري. يلا لك امي قوم انزل كب الزباله ورجعنا. ماما خليها لبكره. شو بكره دوري تكتر علي الزباله قصدك ياس الزباله. يا عليك. يلا امي بلا كسل قوم كب الزباله. يلا حبيبي حاضر. تقبر امك شو مرضي حبيب قلبي انت يا روحي. لما انزل على الرصيف ما في حدا. شو لي يا لطيف. نعم. ايه وبعدين لك حاجه حرقتوا للجرس حاجه دقوا. شو هاد؟ مساء الخير ام محمود. اهلين ام تحسين. شو جايبه معي؟ هدول شويه فاصوليه جايه خرطهم عندك انت متسلى فيهم. بدي نام تعبانه انا. ايه لسه بكير على النوم. جايبه سكينتك معي؟ ايه جايبتها بس اعطيني صيني الله يوفقك. كمان انا مو مشان شي عندي سكينه بس ما بتقطع بالدسن يبعت لقتله شو تلمي. ايه ولا يهمك ام محمود سكينتي وطابخيه وحده. ما قلتي لي ام تحسين شلونها سيهان عم تستفيد من الدروس اللي عم يعطيها اياهم الاستاذ جميل؟ لسه ما اعطاها غير درس واحد بس بكره بده يعطيها الدرس الثاني. ايه شو بدي اقول؟ جبتي لي معك اجره الدرس الاولاني؟ ايه لسه بكير على مهل بس يصيروا شي اربع خمس دروس بدفع له اياهم دفعه واحده. لا لا يا ام تحسين انا ما بدين. بقصد هناء ما بدين. بدها اجره كل درس بدرسه وهيك شرطتني من الاول. ايه وعلى شو مستعجله؟ بندفع لها اياهم مالنا هربانين. شوفي ام تحسين لا تسوي شيء قدامها. اذا ما عجبك شرطه شوفي لك مدرس يعني معلم تاني يصبر عليكم يدينكم. معلم تاني؟ ايه مالنا قدر ندفع على الساعه 300 ليره؟ لكن احمدي ربك وادفعي كل درس بدرسه. خلص بكره بدفع. إليا ايه خلص الك. ما قلتي لي ابو تحسين لقى شغل ولا لسه؟ لسه عم يدور ما عم يلاقي. الشباب هالايامات ما عم يلاقوا شغل حتى الختائر المتقاعدين يلاقوا. بعين الله. ابو تحسين عم يفكر يفتح دكان تسمانه. دكان تسمانه احسن شيء بتعملوه بهالايام دكان تسمانه. ايه بس ما معنا رسمال. انت بتعرفي البير وغطاء يعني. تدينوا ديان. مين بده يدينا يا ام محمود؟ ام تحسين دبري حالك بتلاقي الا ما تلاقي حدا يدينك. بتلاقي مطرمخه انت بتلاقي الا ما تلاقي. منين اجوا هدول؟ جليت الجلي قبل ما اطلع. بيصير جميل غالي قهوه حمرا.
وحده ست؟ غريبه، مو معقول جميل يعملها؟ معقول تكون امه؟ عماتي ما بتحط حمره، بجوز اخته. ايه بجوز. عرفتها، هي اكيد جارتنا ام محمود، هيك بتحب الحمره الفاقعه، هيك ذوقها ما في غيرها. هي لما اجت لتاخذ صحن المحشي اعتبرت حالها كالعاده من اهل البيت، وغلت القهوه الها ولجميل، او جميل غلى ليها. لا جميل ما بيساويها، على الارجح ام محمود هي اللي غلتها. شفتوا؟ صحن المحشي مو موجود، معناتها أم محمود إجت وأخدته، وتحليلي للأمور مظبوط. منيح يلي جميل تحمل بين ما غلت له القهوة وشربوها. كم مرة قلت له لا تحطوا غراضكم هون؟ دائما القهوة، أنا رح أمشي هلا. وعاكم تتستروا علي ما بدي نبركم. ها هذا سيدي. أكيد بتكون هلأ اكتشفت حمرة الشفايف على الفنجان والكاسة، وبتكون عم تغلي غلي على ما تعرف مين هي صاحبة الحمرة. أكيد بدها تكون وقفت لي على البلكون عم تستناني، بس ما كنت قلت العيار عليها شوي، خايف تعمل لي شي خناقة طويلة عريضة وما قدر سيطر عليها. يلا خليها تخانق لتشبع، إذا انزنقت كتير بعيط لأم محمود تفكنا. عليك مسلسلات على الكوميدي على أساس بدل ما يضحكونا ببكونا. قال دكتور، قال إيش دخلوا بالتأليف، خليه بسبيرته والقطنة تبعه، لقوا موضب البيت أحسن شيء. مالا واقفة على البلكون؟ معقولة تكون تركت البيت ومشيت؟ الله يستر. حالي ما كان لازم تقل العيار كل الأد، كان لازم أعمل خطة أضعف. هلأ شو الأعمال؟ أحسن شي طالما وصلت للي بدي إياه أني روح لبيت أهلها وإشرح لها كل شي وراضية ورجع على البيت. بس الضو شاعل معناتها بالبيت، وبركي من قهرها طلعت ونسيت تطفي الضو. لازم قبل ما اروح لعند اهلها اطلع البيت ودقت. اكيد الخطه فشلت. لا ما فشلت، قرب نار الغيرة. معناتها الخطة نجحت، بس أنا ما حبيت تترك البيت مشان ما حدا يعرف. يا الله يا معين. مساء الخير. أهلين جميل، كيف كانت سهرتك اليوم؟ حلوة حلوة كتير. يا الله يحلي أيامك، بس ما طولت حبيبي. جميل شو صار لك؟ عم بسألك ليش ما طولت؟ ما عجبتك السهرة ما هي؟ ما أجوا رفقاتك؟ آه. شو بك جميل؟
شبك حبيبي الاصفر لونك؟ عود تقبرني تعال، لو فيني بحملك بحملك، عود حبيبي على الكنبه هي لجبلك مي، عود تقبرني. حبيبي انت جميل، خد حبيبي اشرب يلا. صحتين وهنا، اذا تعبان بطلب لك الدكتور زياد. لا ما بدي الدكتور بطيخ. لكن حبيبي شبك من شو تعبان؟ لك انت مالك مزعوجه من شيء؟ لا ابدا ابدا ابدا. ليش لانزعج؟ الاولاد ناموا بكير وما عذبوني. انا ما عم بحكي عن الاولاد. لكن عن مين عم تحكي؟ هاي الغنيه ليش حطيتيها لكان؟ ما بعرف، شفت الشريط قدامي قمت حطيته، اذا مضايقتك بغيرها. لا بالعكس، انا بحبها كثير هاي الغنيه تبع الغيره، بموت فيها. ايه ما قلت لي جميل، شو قالوا لك رفقاتك لما شافوك بهالشياكه كلها؟ غاروا مني. لسه ما شافوا شيء، انا اليوم شفت لك طقم بياخذ العقل، الشهر الجاي باخذ لك اياه مشان يغاروا على المزبوط ويطقوا. الفنجانين مجليين، معقولة تكون جنتون وما انتبهت للحمرة؟ مو معقولة. طيب لنفرض انه ما انتبهت للحمرة، بس مجرد وجود فنجانين قهوة لازم خلوها تشك فيه وانه في عندي حدا. عم تحكي معي جميل؟ هنا كان في فنجانين قهوة وكاسة مي على الطاولة بالمطبخ، شفتيه شي؟ ايه جليتهم. ليه عم تسأل عنه؟ لا ما في شي. وين الدفتر؟ الدفتر اللي كان هون شفتي شي؟ ايه شفته. قريتي شي؟ وليش بدي اقرا؟ دفتر لسليم، شو بده يكون فيه اسرار؟ ما حلو لساته صغير. وين حطيتيه؟ بشنطايته لسليم. فايت شق على الاولاد انا. شفتك شفتك. دفتر قريته شيء؟ أنو دفتر؟ هاد. إذا أنا دفاتر ما عم بقرا فيهم حتى أقرا دفترك. نام نام نام. خليك طبيعي يا جميل، خليك طبيعي. خفي بعت لك حمى شو دبي. منيح الحمد لله. إذا بتضلي هيك رح تفوتيني مستشفى. المجانين. بسم الله الرحمن الرحيم، من هدول المجانين؟ شو قلت؟ ما حدا عم حاكي حالي أنا، مجانين مجانين. لا اتركي أنا لحالي بشلع، خلص مجانين مجانين. ما حلوة جميل؟ حلوة حلوة بس بتطير العقل، بتلبق لي ما هيك؟ هيك تعرف من أول ما شفتها حطيت عيني عليها، ما حقق غير 1500 ورقة. عالذمة مو رخيصة؟ منين جبتي حقها؟ مو أنت أعطيتني 1000 ورقة قبل ما أنزل على السوق ولا نسيت؟ أنا أعطيتك 1000 ورقة، الـ500 الثانية منين جبتيها؟ على أساس ما معك مصاري؟ اتدينتها من رفيقتي وأول شهر برجع ليها. لك أنا ما فهمتك، ما تديني من حدا؟ رفيقتي مو حدا. لك ما في خواص، ما في خواص. قفلي بقى، رح تتديني لو بعطيكي فوق راتبك قدو. هلا رح تعملي خناقة مشان شقفة كنزة؟ ما بيكفي تعركتك تروح وين ما بدك، ما بسألك مع مين ولا لوين. اثنين ثلاث. حبيبي باينتك تعبان كتير، اعمل لك ليمون. في عيلة بالعالم بتنام هيك. قوم بابا طارق، قوم قوم يلا، تأخرت على المدرسة، قوم يلا بابا. صباح الخير. كم مرة فهمتك لهنيك تتاوى لهنيك؟ قوم بابا يلا حبيبي يلا يلا بسرعة، غسل وشك والبيس يلا يلا بي.
سليم سلومة سلملم لك سليم قوم بابا قوم الله يرضى عليك قوم لوصلك على المدرسة بسيارتي عم تحكي جد؟ ليش في مزح بيناتنا نحن؟ معك حق بعرف أنا أنك أنت ما بتحب تروح بأوتوكار المدرسة لأنه زحمة بحطوكم فوق بعضكم مثل أطرابيز المكدوس مشان هيك اعتباراً من اليوم أنا قررت وصلك بشواربي على المدرسة كل يوم بوصلك بسيارتي لك شايفك رجعت نما ماما تقول بدك توصلنا بسيارتك إيه مو لا تقوم من فرشتك بالأول طالما رح توصلنا بسيارتك خلينا نايم شوي من اللحن لك قوم لقلك عاوزك شوي هلا ماي فاضي هلا بس افضل بشوف بدك لك قوم لقلك الك ولا للديب خس الديب لك الله حي شواربك انت بدي منك خدمه الله يرضى عليك اذا كنت قريت شو مكتوب بالدفتر لا تجيب سيري لامك أنا دفتر لك الدفتر اللي كان بشنطتك وقت قفلتني بالليل وانا عم باخده مع الشغله فيها سر لا فيها سر ولا شيء بس يعني بركدا لا سمح الله عيطت عليك امك وقالت لك ليش تاركه فوق المسجله لا تحرون وتجاوب الا خلص ما عاد عيدها مره ثانيه ايه بابا قوم الله يرضى عليك يلا يعني فيها ان لك ما فيها ان ولا شيء وإلك مني بدال خمسه 10 ورقات الله يعلم شو في وراها العشره قوم بابا الله يرضى عليك قوم اعتزناك مره بهالزمان راح تهدنا قوم سيك دبر حالك فردي وحدي ما في الثاني هلا امشي يلا بابا يلا يلا غسل يلا حبيبي يلا الساعة 7:30 وما رنيت ما عاد بدي تصليحات ولا جميل لازم يجيب لي ساعة جديدة اكيد هم تأخروا جميل اكيد راح الاوتوكار اكيد يلا بابا خفوها شفت كم مرة قلت لها غير الساعة ما بترد يلا ماما لا تخافي بوصلهم أنا بسيارتي أنت؟ إيه أنا ما على أساس ما بدك تعودهم هالعادة مزبوط بس شاءت الصدفة اليوم إنه يكون في عندي موعد جنب المدرسة تبعهم والموعد هاد قلت بنفس الوقت بقضي شغلي وبوصلهم يكتر خيرك سلف لروح كمل نومتي رح تتأخر سيارتي لأنه اليوم لك ما سألتني مع مين الموعد يلا ولا شبك دقرت وين العشاء اللي وعدت فيها ما بتنسى شغلي شريف هي 10 الك وهي 10 الك بابا يسلموا انا شايف انه بكره رح انسى دفترين فوق اللي مسجله ليش بابا عشان بدل ما يعطيني 10 يعطيني 20 مو بس يوصلني بسيارته ويرجعنا كمان لك شو دخل دفاترك والمصاري بالتوصيله ما بعرف سالت حالي هالسؤال مليون مره ما لقيت له جواب بس اكيد في إنا امشي ولا اركيلي امشي ولي وين الدفتر وين حاطه أكيد أخده معه على البيت آخ لو أعرف شو فيه اليوم إذا جابه معه بدي أعمل المستحيل لأعرف شو مكتوب فيه شو عم تعملي هون؟ ليش عم تنكل شي بالدروجة؟ عم ألملم الأشياء وأضبضبها أستاذ إيه ضبضب لي حالك وطلعي برات المكتب وساوي لي قهوة حاضر أستاذ ما كان ناقصني إلا شمبانسي أنا بالمديرية أكيد ما رح استفيد شيء من الدفتر كل الخطط اللي جربتها ما مشي حال يلا سيدي جرب لنا خطة جديدة إيه هاي Good morning يا جميل تفضلي شكرا عفوا وين رايح بدي اروح فوت له القهوه للمدير حط القهوه هون انا فوت له اياها إيه انا اسف ليش بقى ليش ما دريتي لا ما ادري تدريني المدير اصدر قرار رسمي بانه فوت له القهوه بنفسي انا وما اسمح لاي مخلوق بالدنيا يفوت له اياها غيري especially you if you don't believe me you can ask him نعم عم تحكي انجليزي والله وصار للدبانه دكانه وصارت تسكر على بكير حطها هون
هو هيك قال لها؟ ايه هو هيك قال لي، واذا ما ليك مصدقتيني ليك واسألي. ايه بتوفر انت وياه. اصلا انا كنت بدي ريحك. شو عليه؟ فضل سهل. يسلم منين بجيب الافكار؟ بتعرف لك درويش؟ قلبي حسسني انه الله راح يفرج علي. معلوم شاد معلوم، لانك بتجيب بارح على الدرويش كنت ما بخاطبه وهيك ما بخاطبه وبتعطيه مصاري كمان. خالص مشي مسيك. هي 25 ورقة، هي رعبونا الحلوان ها مو الحلوان كله. وعبوا على كرنش مليون يا عم، الله يخلينا. تشتشني. الله يشفى بخاطرك يا عم، الله يشفى بخاطرك، كل ما بتشفى بخاطري يا عم. واقف عندك. خير أمي، أموري شو بدك؟ إيه فنجان القهوة من هون. ليش وين بدك أحط لك إياه؟ خده، ما بدي أدولقه. ليش ما عجبك؟ الله وكيلك البنات تازه وطحنيه. عم قلك ما بدي اتكورته. ايه على كيفك. امولا ايه الاسباب امولا. وقف عندك. خير فنجان القهوة واخدناه، شو بتريدي غيره؟ دودة؟ يا روح الدودة انت. انت يو دونت لاف مي. شلون يو دونت لاف يو؟ لك انا بموت على الارض اللي بتمشي عليها، انا بموت على دبديبة يا ملمعة انت يا مقمعة. لك على اذا هيك اللي الاستاذ جميل شو عم يعمل جوا؟ وانا شو بيعرفني انتي قادرة؟ بعرف انه انا قادرة، قصدي يعني عم يقرا ولا عم يكتب؟ لا عم يقرا. فاتح الدفتر وعم يقرا؟ يمكن. اتذكر منيح. ايه مضبوط مضبوط، كان قدامه دفتر وعم يقرا منه. عظيم. حط فنجان القهوة هون. وين حطيت فنجان القهوة؟ ليش لساتك واقف مثل غيمة شباط؟ عم بستنى، بكي غيرتي رأيك مشان آخذ الفنجان، حاكم على قلقك صار جوزتين بخرج بهاليومين، كل دقيقة بشكل. لا ما حغير رأيي، رح أشربه ولما بيخلص بناديك مشان تاخذ الفنجان الفاضي، أوكي؟ أوكي. إيه أضوي. إيش أضوي؟ عظيم، يعني الدفتر جوا. بس هلا شلون بدك تقري يا أمال؟ شلون شلون شلون؟ لقيتها. نعم. تفضل استاذ. شو هاد؟ هذا القرار اللي امرت فيه حضرتك امبارح طلع ناقص. احكي من هنيك احكي من هنيك، شو ناقص؟ استاذ ناقص تحدد الجهات يلي بدي ارسل لها نسخ. هاتي لشو؟ من محلك هاتي. استاذ. نعم. بتريد شو صاير بالمديرية؟ شو صاير؟ عم بيقولوا المدير العام هون. هون؟ شلون ما اجى لعندي؟ عم بيقولوا جاي كبسة. كبسة؟ وينه هو هلا؟ ما بعرف، قال متنكر. متنكر؟ هلا وينه هو؟ عم يجول بغرف الموظفين. عم يجول ومتنكر. بسيطة، مسكي. هاتي. أنا بقفه. راجع ما؟ شلونك استاذنا؟ الحمد لله. كيف رضاك علينا ان شاء الله تمام؟ ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله مسرور يعني. الحمد لله. ليش ما شرفتني على المكتب يا استاذ؟ معقول هالحركات تعملها؟ الله يساعد خلص ايمو. ايدك وعيدك، ايميدك احترم نفسك. لا عفوا انا ما عم بمزح سياده المدير العام بس يعني شيء. ارجع لورا ايميدك ها؟ ايه مشي. ايه والله. اصحاب. حريب روح. يعطيكم العافية. أهلين استاذ. أهلا.
يا ميت اهلا وسهلا. شو الزياره السعيده هي؟ الحمد لله الحمد. نحن كثير مبسوطين بزيارتك. الحمد لله. انت انسان عظيم. شكرا. انت رمثال القدوه. كيف الشغل؟ الشغل ماشي ادق من الساعه، هذا كله بفضل توجيهاتكم السديده وارائكم الرشيده. انتم مدير عبقري، انتم مدير فذ. ما حدا يفذ من محله، عادي هلا عندنا شغل. اهلا استاذ. اهلا 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 استاذ، كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي مدام سلمى، وين معاملتك؟ تفضل. نحن منتابع ميدانياً معاملات المواطنين. بسيطة. أهلاً. بترجع بعد خمس دقائق بتأخذها من عند مدام سامية خالصة إن شاء الله. ومين أي مدام سامية؟ مدام سامية هون، بترجع لعندنا. مالي طالع من هون لتخلص معاملتي. لا لو سمحت، نحن بالنسبة لنا ممنوع المراجعين يقعدوا مع الموظفات. ومين طلع هالقرار؟ المدير. المدير؟ إيه نعم. يكبه ويشرب ميته. مالي طالع من هون لتخلص المعاملة. أتقنت أسنانه طبي هذا. إيه طبي هذا. يعني تعملوا علي أنا أبوي الحركات. لا طبي. مسيك. أهلا وسهلا. سبعت. إيه طبعا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا. تعال معي تعال. أستاذ ليش ضربته؟ بتعرفي من وين؟ طبعا بعرفه، هذا واحد معتر له عنا معامله صار له 3 شهور. متاكده انت؟ طبعا متاكده. يعني مو هو؟ مين هو؟ ولا متنكر؟ نعم. بعدوني شوي. لا تخاف تعال، لا تخاف. نفوخ حنكك. لا تواخذني. غريبة، ليش باسني بقى؟ صباح الخير استاذ. فات حدا متنكر على الغرفة شيل عنكم. شلون يعني متنكر؟ يعني مبينة يا له تقنعيرة يا شوارب تلزيق يا موقع عليه الأواعي توقيع، يعني مو أساسيات الأواعي، يعني هيك شيء لبسه غريب يعني. لا لا ما فات حدا بهالأوصاف. بس شوفوا الله يرضى عليكم بتنتبهوا، لانه سياده المدير العام عم يعمل جوله تفتيشيه، وطبعا ممكن يجي متنكر، لذلك نتورى شتورى مع المراجعين ما بدي. ادف معاملات لبكره لبعد بكره لبعد شهر لبعد ثلاث جمع ما بدي. طلع برات الدائره قبل نهايه الدوام ما بدي. مفهوم؟ مفهوم استاذ، بس انا كنت اطلب منك اذن ساعتين يعني قبل نهايه الدوام، بدي اروح اطبخ لجوزي امبارح، يعني جوزي جاب لي ملفوف على الغداء وطلب مني لف له اياه واطبخ له اياه اليوم. بس كان بامكانك انك تلفيه وتطبخيه امبارح وتسخني له اياه اليوم على الغداء. يا ريت يا استاذ بيرضى جوزي، لو بيرضى كانت كل مشاكلي انحلت، بس هو ما بياكل الا تازه. فهمت عليكي. ماشي. شوفي انا في امكانيه اني ابعتك تطبخي له الملفوف لجوزك تازه، بس المشكله انه المدير العام عم يعمل جوله ملفوفيه، جوله تفتيشيه بالدائره متنكرا، وما بصير يجي ما يلاقيكم مكاتبكم. اذا تاكدتوا انه سياده المدير العام المتنكر طلع من المديريه بامكانك تامني الملفوف لجوزك. شكرا كثير استاذ، يعني انت فعلا نصير للمراه العامله، متفهم لمشاكلها. يعني انا كل حياتي بقول انه الحمل شخص قلبه كبير كثير، بس كيف اجتمع الحمل والجوزاء والله يا استاذ ما بعرف. لا بسيطة، انت شو جوزك ما عاد تقابل مع حدا تاني ولا بطلتي تلاحقيه ولا بدك تروحي اليوم كمان؟ لا استاذ، اليوم جوزي اخذ اجازة وقاعد بالبيت. لا يا مدام نادية، انت ما بصير تضلي على نياتك، انا متأكد انه زوجك مستغل غيابك بالدوام وانه البيت فاضي وقعد عنده بالبيت. مزبوط، عم تحكي صح. وانا اقول يا بنتي يا نادية، لشو هالاجازة المفاجئة؟ إلا انه مريض ولا عنده شغل مهم. استاذ بترجاك بدي روح على البيت استفقد الوضع ساعة واحدة اجازة بروح وبرجع بسرعة. ايه ما في مانع، بس ننتظر السيد المدير العام المتنكر يغادر المديرية، بس نتأكد بتروحي. مو بس لازم تروحي، ضروري تروحي تلاحقي تنغسي له عيشته وتغاري عليه تتابعيه. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. عفوا يا اخ، تفضلوا شوي لعندي. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا. مرحبا. فتلوا والله هيك شوي فتلوا. برا روحوا عمي روحوا، الله معكم. كنت يا حلال وشريني. يعطيكم العافيه. اهلين استاذ. عم نقول يعطيكم العافيه استاذ سالم. الله يعافيك استاذ يا حميد، اهلين وسهلين. وين ساري؟
وردة قالت لي ثبت رقبتي، الدكتور قال لي ثبت رقبتي لأنه أستاذ براغي رقبتي شوي محلحلين، وقال لي خليهم باتجاه واحد لا تحركها لا يمين ولا شمال. ها ومين هالدكتور العبقري اللي وصف لك هالوصفة؟ ليش أستاذ بدك تثبت رقبتها؟ لا لا أنا براغي رقبتي ثابتة، رقبتي كلها ثابتة. أستاذ تفضل تفضل ارتاح ليش واقف؟ لا معلش ارتاحوا أنتم معلش. شلونكم مع بعضكم؟ أستاذ سمني على عسل. أنا سوالتي عم يضايقك شيء الأستاذ سارين؟ إيه وقيت. شو رأيك يعني ننقلك يا؟ لا دخيلك أستاذ كل شيء إلا تنقلني، أنا مثل السمكة إذا بتطلعني من المي بموت ببلعي. لك أنت منين بتجيب هالتعابير هي؟ أستاذ أنت لو بتقعد محلي هون بالمكتب تلاقي حالك عم تترغل، الكلام الحلو لحاله يطلع منك. فكرة معقولة. بلكي بينطلق لساني بقى وبصير اقدر غازل النسوان قدام مرتي وبتصير تغار علي. يا لا معقول انا غازل موظفة عندي؟ لا استاذ نور المكتب استاذ. شكرا شكرا لك، بس بحب نبهكم انه السيد المدير العام عم يعمل جولة تفقدية بالمديرية لذلك ما بدي حدا يطلع من مكتبه. اطمن استاذ نحن بنعجبك. مزبوط، بس السيد المدير العام عم يعمل الجولة متنكر، يعني لهلا ما عرفنا مين هو وشو لابس وكيف شكله، يعني ممكن يكون أي مراجع هو المدير العام، مشان هيك بدي اياكم تعملوا لي كل المراجعين على انهم هن المدير العام، مفهوم؟ تكرم عينك. لا تورطونا. خرب بيتك شو فسادة. لكن انا قلت لك تثبت رقبتك. مو انت قلتي لي لا تفتح تمك ولا ترقص حواجبك ولا تدبل عيونك، سويت مثل ما بدك، ثبتت لرقبتي. عليكي. هلا هي هي القصة يلي كان عم يتكتم عليها كل هالوقت وما عم يخليني اقرب منها. بس قصة حلوة. من امتى المدير بيكتب قصص؟ اكيد اكيد من عدم رفيقه وسيم. ما معقول يكون الأستاذ جميل هو اللي مؤلف القصة. أكيد أكيد رفيقه هو اللي مؤلفها والمدير ناقلها منه. بس ليش؟ هون السر. صريح. قابلته سيدي؟ لا يبدو أنه متنكر بشكل متقن. مسكي شوي. هاتي. إلا ما أقفله. شلون بيتنكر يعني؟ أنا أبوه أنا. ألو؟ أهلين أهلين أنيسة رشا. إيه كيفك؟ إيه مين بده يحكي معي؟ لا شو هالحكي؟ متأكدة؟ المدير العام شخصيا؟ لا 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 ما في شيء. ليش وينه هو؟ مكتبه؟ ما طلع اليوم منو؟ لا عفوا مو تفقد بس لا لا ما في شيء الحمد لله الحمد. ايه طيب يلا. الو احترامي. ايه وبعدين بقى من اول ما فتي وانت زعلانه وحاطه الحزن بالجن وصفناني شبك مها؟ دكتوره قالت لك شيء بيزعل؟ بالعكس قالت لي كل شيء عندي طبيعي وممكن احمل، بس المشكله مشكله وقت. ايه اسمعي مني لك انو لا تضيعي وقتك، خليني اخذك لعند الشيخ مبروك بيطيبك بسرعه، ايده مبروكه. انا الله يخليكي لا تزيدي علي. خير شو بهيك؟ زعلانه منعي. شو السبب؟ ما بتعرفي شو السبب؟ انا لو بعرف ما سالتك. يا ستي امبارح اجت لعندي بنت خالتي من بانياس، بدها تقعد عندي كام يوم وانا كل خمس سنين لاشوفها مره. الله وكيلك لسه ما فاتت من الباب. قعد معي بيحكي معها حكي حلو، شي غزل شي مجامله. نيالي كملي. شو كمل؟ المخلوقة تحملته كرمالي ربع ساعة وبعدين طفح الكيل، حملت شنطتها وراحت على الأوتيل، قالت لي ما عاد بدي اياكي وما بدي انزل عندك. بسيطة، هلا أنا وياكي بننزل لعندها وبنقنعها إنه ترجع على البيت وبنفهمها شو عادة نعيم. إيه لك؟ ما رح ترضى طالما نعيم بالبيت. لا تخافي، أنا بحكي معها. لنفرض رضيت ورجعت لعندي على البيت، بتضل المشكلة قائمة. أنا مشكلة؟ نعيم. شو بو؟ لك ما قلت لك متقاتلين؟ يعني ما عم تصبحوا على بعض؟ أكثر. يعني ما عم تحكوا مع بعض؟ أكتر بكتير. أي شوفي أكتر من هيك؟ هددته لنعيم إذا بده يضل يطق حنك مع النسوان بدي أترك البيت وأمشي. هو شو قال لي؟
قال لي انا بحاول مع لساني بس ما بيطلع معي، لساني بيطلع معه الحكي بدون ما احس، وراح جاب المقص وقال لي قصي. شو هذا؟ لسانه. ايه وصيتيه؟ لك انا شو قصتك انت تانية؟ ايه عم امزح معي كملي. شو؟ قال لي انت تجوزتيني وبتعرفيني بحب المجامله والغزل، بدك تتحمليني بدك ما بدك الباب بفوت جمل يا جميل. تبادليني؟ بشو بدي بادله؟ باخذ جوزك بعطيكي جوزي ولا قلي؟ انا ما بدي بادي. صحيح انا متضايقه من جميل لانه بيخجل وما بيقدر يحكي كلمتين حلوين مع النسوان، بس ما في منه. اما جوزك كتير بيزيدها، معك حتى تضايقي منه. بس نعيم جوزي قلبه طيب كتير. شو شايفتك عم تدافع عنه؟ وليش لحتى ما دافع عنه؟ ما له جوزي؟ إيه اذا بتعرفي انه قلبه طيب وبيحبك معناتها لازم تستحملي وتضلي جنبه. صحيح، بس ما كان لازم يقلي الباب بفوت جمال. إيه كمليها مثل ما قال لك اياها، هو قال لك الباب بفوت جمال يا جميل، تفرق كتير. مها المهم هلا شلون بدي صالحه؟ ايه ما بدي شلون، المره بدها حدا يعلمها شلون تصالح جوزها. بس انا ما بدي احط له اياها واطيه، بيصير على الطالعه وعلى النازله بيقلي الباب بفوت جمال. يا جميل هي ما بتنسيها بالمره. هنا شو رايك تجي انت وجوزك تصالحونا؟ اذا اجت الصلحه من طرف ثالث بيكون احسن، بيضل كل واحد محتفظ بكرامته. ايه لا حبيبتي شوفي غيري، اذا قرايبتك ما قدرت تتحمله بدك يعني انا اتحمله؟ وبعدين انا جربت القعده معه ما قدرت اتحمله، بيزيدها كثير جوزك، ما قدرت انا. هيك يا هنا؟ طيب خلاص امري لله، رح اجي اليوم انا وجوزي جميل لعندكم ونحاول نصالحكم، بس اوعى جوزك يتخنها لانه اذا تخنها وقت الباب يطالع جمال. يا جميل شو سمار؟ شو صار معك امبارح؟ لحقتي الاولاد؟ لحقتهم، وصلت انا وياهم سوا. وجارتك شو صار معها؟ طلعت الخبريه صحيحه، شافت جوزي قاعد مع وحده تانية. وشو عملت؟ تركت البيت وراحت. ايه برافو عليها، هيك رجال ما لازم الوحده تتم عنده ولا دقيقه وحده. لك تزعل تنضرب على قلبها، بس ليش لا تترك البيت؟ لك انا شو بدي ساوي بولادي؟ طيب سمر ليش ما بتعطيهم مفتاح البيت؟ وقت بيطلعوا من المدرسه بيفتحوا بفوتوا لوحدهم مثل اطفال المفاتيح. ما فيني حبيبتي، لساتهم صغار، بعدين بخاف اتركهم بالبيت لحالهم. طيب واليوم شو حتساوي؟ امي رح تجي لعندي، هي رح تستقبلهم. معناتها محلوله، خلي امك عندك على طول. ما بتقدر، ما فينا تفارق ابي، بعدين جوزي بيتزاول منا. شو؟ صارت الساعة 9:30 والست نجاح لهلا ما شرفت. إيه الله يساعد الثانية، جوزي عم بيقهرن فيها مشان يخليها تترك الوظيفة. إيه تتركها دخيلك، على إيش متعرفشة فيها؟ على هال 3000 ليرة ما بيجيبوا تنكة زيت. إن شاء الله تجي قبل ما يتصل المدير. لك آخر كون، اهدى، لك حاولتني، التويت رقبتي، لسه رايح شاي، وينها؟ هون أنا هون. طمني، صمام الأمان فجأة؟ شايفني عم برقص وغني شيء؟ لا. انت فايت على المديريه، شفت اعلام وزينات ولمبات شاعله شيء؟ لا. قطعوا البث التلفزيوني وحطوا خبر انفجار صمام الامان عن مرتي شيء؟ لا. سكروا المعامل وطلعوا الاولاد على الشوارع مظاهره يقولوا شكوا شيء؟ لك اخي لا. قطعوا الكهرباء على البيوت وزينوا فيها كل الطرقات شيء؟ لا. قطعوا المي على البيوت وحطوها بالنوافير شيء؟ لا لا. ايه معناتها ما انفجر، ما انفجر. يعني اذا انفجر كل هذا الشيء شو بده يصير؟ لك اسمع ريح 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 ريحت انا. لك اذا انفجر لا عامل عمايل ما عامل عنتر. هذا شو؟ طمني ووصف لي شلون كانت رده فعلها على خطه الفنجين. اخ يا وسيم اخ. سلامتك من الاخ. احسها بقلبي قبل قلبك هلا عم تغني انت. اخ لو اعرف شو كانت رده فعلها على الحمره اللي حطيتها على الفنجان والكاسه اخ. لك مين اللي بده يعني؟ ما بعرف. انا ريح. ريح! ما بعرف. أنا يعني بعرف. لك ما بعرف منوب ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ هلأ ما سألتك مين الست اللي شربت عندك قهوة؟ يا رجل ما جابت لي سيرة منوب. مو معقول ليكون ما شافت الفنجين؟ ما بيصير، لأني رجعت لقيت الفنجين مغسولين ومحطوطين محلهم. ولك جميل ليكون ما انتبهت للحمرة منيح. مستحيل، لأني حطيت الفنجين ناحية الحمرة بشكل الدشيش أول ما بفوت بيشوفه. غريب، معناتها ما له غير تفسير واحد. شو هو؟ أكيد مرتك مو هي اللي جلت الفنجين، لأنه مو معقول. لك أي مرة بالعالم بتشوف حمرة شفايف على فنجان قهوة وما بتسأل مين اللي شربه؟ مين كان عندها؟ شلون إجت الحمرة على الفنجان؟ إيه ما بدي نعرف. لك وينك أنت لو لك يعني هو ريح. أنا مريح. وأنا بريح. يا أما إجت لعند رفيقتها قالت لها رفيقتها فوتي على هالمطبخ ساوي لنا فنجانين قهوة، لقيت الفنجين وصخار جلته. بجوز هذا الاحتمال واردة. يا أما
ولد من ولادك حب يلعب بالمي انفات وجلاه شلون بدلون؟ هذا الاحتمال اقوى لانه عندي انا ابني ارجيله له مراق بالجلي طالع لابوه. يا لك يا جميل اسمع مني بطل لي الحركات هيك وضعك مع مرتك احسن لك اريح لك من النقير والنقاره. لا ما راح بطل الحركات لينفجر الصمام يا انا يا هو. اتمحي انا هلا رايح عندي موعد بالتلفزيون. ما بدي وصيك بشو؟ لا تنطمطو. شو ها المسلسل مثل ما عم نعمل. لا لا شو هذا اللي صار؟ أنا فايتة، هو طالع؟ روحي بعتي لي درويش روحي. ليش أستاذ؟ عاوزه بشغلة خاصة. يا ترى شو هي؟ شو هذا اللي ناقصني؟ هو فايت أنا طالع. درويش؟ شو بدي؟ أنا قررت أتجوزك. صحيح؟ صحيح بشرط تطلق نسوانك لثلاثة. لثلاثة كتير بطلق لك ام فكري عم تسمعني عدمني اياها. فكر درويش شو بده منك المدير؟ ما بعرف انت جاهل عندي انت ادرى. يعني ما بتعرف؟ هلا بروح لعنده بشوف شو بده. تعا حبيبي لا تعا تعا روح لعنده وشوف شو بده انا عم بستناك. مسيح درويش هاي 100 ليرة بتشوف قديش حقه وبتخلي الباقي لك. لك الله يدي محفوظ. لك الله يدي مقفوع راسنا ويكبر بخاطرك عطول تيكبر بخاطري الله يطلق على اعدائك يا رب. هلا المهم بتروح وبترجع بتسيخ النار يلا. حاضر بدي اقول لك انت بدك تقدم مفاجاه المدام مو هي؟ اي نعم مفاجاه. شو اسمه؟ خلي الشوفير ياخذني ويجيبني. صرت بيك هلا ماشي الحال خليه ياخذك ويجيبك. يلا هاو شو بدك لونه؟ شو بدي لونه يعني شو؟ جيبه احمر. احمر؟ ايه بس الاحمر الوان استاذ. شلون يعني؟ يعني في منه الزاهي والباهي والفاقي هذول بيحطوا منه الله يتلطف فينا يا رب. ايه ايه جبلي من هذا اللي بيحطوا منه الله يتلطف فينا يا رب فاقي يا جبلي. فاقي الا؟ لك ايه فاقي مثل ما بتقول. بده ينفجر يعني بده ينفجر. العمى شحوبي انا ما كنت اتعلم انه لازم اربط الحمار مطرح ما بيقلي صاحبه. انا حمار حمار. درويش جيبوا فاقع. شو هذا اللي لونه فاقع وبحطوه هدول اللي الله يتلطف فينا؟ لازم أعرف. معه حق ما يحكي. حدا بيعطي حدا بهالأيام 10 ليرات؟ هلأ لما يرجع بدي أعطيه 100 ليرة. لوين راح؟ تأخر. مو الحق عليه الحق عليه اللي بعد درويش. درويش بيتأمن فيه هذا. أنسي أمل ما رجع درويش؟ لا أستاذ. إيه شو راح يجيبه من هلا؟ شو هاد أستاذ؟ لا ما في شي عم بحكي مع حالي. درويش لحظة لا تواخذني كنت بدي أعطيك هي أن طلعت 10 ليرات بالغلط. حطي وحدة ثانية. شو بدي ليش جبت له للمدير؟ لا لك على ليش بدي أحط وحدة ثانية؟ مشان ما أقول. شلون بدي أعطيك مصاري إذا ما بدك تقول؟ مو بكيفك بدك تعطيني. إذا مو بكيفي لك عم بكيف مين؟ بكيفي أنا. نعم نعم نعم. إيه بكيفي أنا لأنك إذا ما عطيتيني رح أقول. إيه ما رح أعطيك ولا فرنك وأنا هذا اللي بدي إياه. بس ما رح أقول إليك. لك على مين؟ رح أقول للمدير. للمدير؟ إيه. شو رح تقله؟ رح أقله سكرتيرتك الحسناء أرضي الفضولية دفعت لي 100 ليرة مشان تعرف شو جبت لها. يعني حضرتها عم تتجسس عليك بدل ما تكون أمينة سرك وأنت وحظك. يا أما بتضلي سكرتيرته يا أما باي باي لندن. لا
دودة، انت طيب وما بتعملها. طيب صحيح وما بعملها يمكن، بس معتر ومندوف اكيد. طيب انا رح ساعدك واعطيك مية تانية. على كلين اذا بتبدلي الزرقة بطربوش بحكي. شو بدك تحكي؟ بقلي يلي بدك تعرفي. وشو بيضمن لي اذا عطيتك الطربوش ما تفوت تقله للمدير سكرتيرتك عطتني 500 ليرة مشان قلها اخبارك؟ ولو امل، شو ما في ثقة؟ لا في. وهي 500 ليرة احطيها بالقميص. اول احكي. وشو بيضمن لي انه بعد ما احكي تبطلي تعطيني اياها؟ ولو سيد درويش، ايش ما في ثقة؟ حلوة يا سيد درويش، على فكرة أنا بحب الموسيقى كثير، الحلوة يا آمل. شو جبت له للمدير؟ ميل حمرة أحمر فاقع. ولشو بده إياه؟ ما بعرف. إيه، إذا ما بتعرف ما بتاخذ. صدقيني أنسي أمل ما بعرف، ولو كنت بعرف كنت قلت لك، يمكن بده يقدمه هدية لمرته. أحمر فاقع؟ أفقع من هيك ما حد يصير. تفضل. عبدي كلوني. عفوا تفضل. هذا فاقي؟ فاقي استاذ. من تبع اللهم عافينا. ايه استاذ. افقع شي بالسوق؟ افقع شي جربه استاذ. عفوا استاذ. يلا روح وعاد جيب سيري لحدا. لا استاذ حاطي استاذ. لشوف صمام الأمام بده ينفجر ولا ما بده ينفجر. حبيبي جميل،